بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي المحاضرة السابعة في سلسلة المحاضرات في الآية في رقم 19، وما زلنا إخوان إخواتي نرى العلم الذي يعلمنا يا الله عجل في القرآن الكريم ومن الآية في رقم 19. وعنوان هذه المحاضرة هو هندسة الجسور من رقم 19. فسنتعلم إن شاء الله في هذه المحاضرة كيف الله جل علمنا أفضل تصميم لجسر، شيء ينقل وزن وله مواصفات معينة، من الآية في رقم 19. ولي تتابعوا هذه المحاضرة أريد أن أذكركم ببعض النقاط الرئيسية التي قلتها في المحاضرة السابقة. فبالنسبة لرقم 19 يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم كرد على الذين يتهمون محمد عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي كتب القرآن. يعني رقم 19 في القرآن الكريم جاء ردا على الذين يزعمون بأن القرآن الكريم ليس من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني يقول لهؤلاء الناس بأنه سيضعهم في جهنم، ويضع الله عجل أوصاف كثيرة لجهنم، منها الذي يذكر في سورة المدثر آية رقم 30 عليها 19. يعني الله عجل يعلمنا هنا بأن عدد الملائكة الذين يشرفون على عذاب الناس في جهنم سيكون 19 ملكا. ويقول الله عجل بأن هذا الرقم 19، يعني لماذا الله عجل اختار رقم 19 ولم يختار 18 أو 20، سيكون فتنة يعني امتحان للناس، وسيكون آية بأنه عندما يرى الناس الآية في هذا الرقم هل سيؤمنوا بالله، هل سيؤمنون بالله أم لا. وأيضا الله عز وجل يقول بالنسبة لرقم 19 في سورة المدثر آية 35، بسم الله الرحمن الرحيم، إنها لإحدى الكبر. يعني هذه الآية في رقم 19 هي إحدى الآيات الكبيرة من آيات المولى عز وجل. يعني الآية في رقم 19 شيء كبير جدا سيكون. وقلنا إخوان إخواتي بأنه الطريقة لمعرفة هذه الآية سهلة جدا، لا تحتاج لأي شهادات جامعية ولا تحتاج لاعتمادك على رجال الدين، فقط تحتاج إلى كتاب الله عز وجل والتفكر فيه، لا تحتاج لأي شيء سوى كتاب الله ودعوة الله عز وجل أن يعلمك. فإذا قمت بذلك الله عز وجل سيهدي الإنسان إلى طريقة فهم الآية في رقم 19. وأبسط طريقة لمعرفة هذه الآية هو التفكر في رقم 19، التفكر فيه. فرقم 19 عبارة عن 19 وحدة مجموعة مع بعضها البعض، يعني 1 زائد 1 زائد 1 إلى أن تصل إلى 19. وإذا أخذت من ناحية هندسية رياضية، وإذا مثلت كل وحدة بكرة سيكون عندك 19 كرة كما شاهدنا على الشاشة. وأفضل شكل هندسي لترتيب هذه الكرات هو الذي شاهدنا على الشاشة، هذا أفضل ترتيب هندسي لترتيب 19 كرة ليكون الشكل متزن. وهذا الشكل قلت في المحاضرات السابقة بأنه يمكن أن نفكر فيه مثل شيفرة أو رمز أو كود. الله يريد أن يعلمنا أمور كثيرة فيه. فهذا الشكل الهندسي شاهدوا معكم على الشاشة يحتوي في داخله على علم كبير جدا من علم الله عز وجل، وستشاهدون بأنه يحتوي على علم الخلق بالكامل، علم هذا الكون بالكامل. وقلنا بأن الطريقة لفهم هذا الرمز أو هذا الشكل الهندسي في رقم 19 بأن نتفكر في آيات القرآن الكريم، وقمنا بذلك في المحاضرات السابقة، واستنتجنا بأنه يمكن تقسيمه إلى 3 طبقات، بحيث أن الطبقة الأولى هي الكرة في المركز وهي عبارة عن كرة واحدة، الطبقة الثانية هي المبينة باللون الأزرق وهي عبارة عن 6 كرات، والطبقة الثالثة مبينة باللون البرتقالي وهي عبارة عن 12 كرة. وقلنا بأن هذا الشكل من المعلومات التي تعلمنا الله عجل فيه بأنه يحكي لنا الله عجل قصة الخلق، كيف خلق الله عجل هذا الكون. ففي البداية كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا يرمز إليه الله عز وجل بالكرة في الطبقة الأولى، كرة واحدة، يعني في بداية هذا الأمر كان الله
الواحد الأحد. ثم الله عز وجل خلق السماوات الأرض في ستة أيام كما يذكر في سورة هود آية رقم 7. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. استغفر الله العظيم. والله عز وجل يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فيرمز الله عز وجل إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام بستة كرات في الطبقة الثانية. يعني في البداية كان الله، ثم الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام ستة كرات. ثم الله عز وجل خلقك أنت وأنت تعيش عدد من السنين في هذا الكون، وهذا رمز إليه الله عز وجل بال 12 كرة في الطبقة الثالثة، 12 كرة في الطبقة الثالثة هي عدد الشهور في السنة، وأنت تعيش عدد سنين في هذه الحياة. فهذا الشكل الهندسي من المعلومات فيه يحكي لنا الله عز وجل في قصة خلق الكون بالكامل. الآن نأتي إلى موضوع هذه المحاضرة، وهو كيف تعلم هندسة الجسور في أو من رقم 19. يعني إخواني إخواني تلاحظوا بأنه عن طريق التفكر في القرآن الكريم وفي رقم 19 نستنبط معارف أكثر وأكثر. يعني هذه حلقة السادسة، كنا في ست حلقات يعني أو في ست محاضرات سابقة كنا نستنبط من هذا الرقم معلومات أكثر وأكثر، عملية استنباط المعلومة. وبالنسبة لهندسة الجسور، إذا قمنا بالتمرين التالي، قمنا بتحديد مراكز الكرات كما تشاهدونه على الشاشة، تحديد مراكز 19 كرة وربطنا بينهم بخطوط مستقيمة، وقلنا في المحاضرة السابقة بأن ربط الخطوط المستقيمة ينتج لنا الشكل السداسي الذي تشاهدونه على الشاشة، وقلنا بأن الله عجل خلق كل هذا الكون على أساس الشكل السداسي. يعني كما قلنا بأن الله يرمز لخلق السماوات والأرض في ستة أيام بستة كرات، وستة كرات إذا ربطت بينها بين مراكزها بخطوط مستقيمة ينتج عندك شكل سداسي. فنلاحظ بأن كل الخلق الله عز وجل خلقه على أساس شكل سداسي. ومثال واحد يبين هذا الأمر الشكل ترون على الشاشة في خلايا النحل، بأن الله عز وجل خلقها على أساس شكل سداسي، ونلاحظ بأنه هذا الخلق مطابق للشكل في رقم 19. اليوم سنتحدث عن معلومات أخرى نستطيع أن نتعلمها من هذا الشكل. إذا قمنا بالتمرين التالي كما تشاهدون أمامكم على اليمين، قمنا بربط مراكز الكرات بخطوط مستقيمة، وقمنا أيضا يعني بربط جميع المراكز مع بعض البعض. يعني اليوم التمرين المختلف عن المرات السابقة، بأنه في المرات السابقة فقط ربطنا مراكز الكرات الخارجية حددناها بشكل خارجي، الآن إذا ربطنا بين كل مركز مع بعض البعض، يعني كل المراكز ربطنا بينها بخطوط مستقيمة، ينتج لدينا الشكل الذي تشاهدون أمامكم على الشاشة المبين هنا على اليسار، شكل هندسي جميل، وأيضا يعني هو عبارة عن شكل سداسي. ولكن الذي سأركز عليه اليوم بأنه إذا لاحظنا كيف الله عز وجل رتب كل ثلاث وحدات في هذا الشكل، تلاحظ بأنه يشكل عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع. يعني إذا ركزنا اليوم إخواني إخواتي على كيف أن الله عز وجل علمنا من هذا الشكل كيفية ترتيب كل ثلاث وحدات في منشأ أو في مبنى معين، نلاحظ بأنه يعني يكون أفضل شكل له على شكل مثلث متساوي الأضلاع. فإذا قمنا أيضا بالتركيز على الطبقة العلوية من الشكل الهندسي في رقم 19، فقط الطبقة العلوية، فينتج لدينا المبنى المبين على اليمين. فالذي سأقوم به إن شاء الله بوضع قوة تشاهدونها بالكرة الزرقاء على هذا الشكل، والأسهم تبين تدفق القوة في المبنى. يعني إذا تصورنا بأن هذا مبنى يتألف من وحدات وكل ثلاث وحدات تترتب مع بعض البعض على شكل مثلث ووضعنا قوة عليه، أريد أن أدرس كيف تتدفق القوة في هذا المبنى. الآن أول ميزة نراها في هذا المبنى بأنه اقتصادي، يعني أقل تكلفة. ما معنى ذلك؟
بأنك تستخدم أقل مواد إنشائية لحمل الوزن. يعني كما تشاهدون عندما نضع وزن على هذا الشكل الذي استنتجناه من الشكل في رقم 19، بما أن الله عز وجل خلقه بطريقة مقطعة وليست مصمتة. كيف يعني مقطعة؟ يعني هناك فراغات بين العمدان اللي تحمل الوزن، وبالتالي تستخدم أقل كمية مادة لحمل الوزن. يعني ممكن أنت أن تبني المبنى كله يكون مصمت عبارة عن سكب مادة سيحمل الوزن، ولكن سيكون ثقيل مكلف، وأيضا يعني لأنه هو ثقيل كوزن بدون وزن خارجي يضع جهد على نفسه، هذا يسمى السلف لودينج أو التحميل الذاتي. ولكن نجد بأن الله عجل الشكل الذي علمنا إياه في هذا الشكل هو مبنى اقتصادي، يعني تستخدم أقل مادة لحمل الوزن. الشيء الثاني الذي تعلمه بأن هذا المبنى قوي. كيف قوي؟ بأنه إذا لاحظنا كيفية تدفق القوة في هذا المبنى، نلاحظ بأن كل عمود فيه يحمل بطريقة محورية. ما معنى ذلك؟ يعني افرض عندك مسطرة معينة، مسطرة، يعني المسطرة إذا أنت شديتها أو ضغطتها تكون قوية، يكون التحميل محوري يعني على موازاة المحور. أما أضعف طريقة لتحميل الشكل لما يكون ثني، يعني أضعف طريقة أو أضعف حالة يكون عليه المبنى عندما يكون في حالة ثني. إذن نلاحظ بأن هذا المبنى طريقة أن الربط بين الوحدات المختلفة على شكل مثلثات يؤدي أنه يجبر القوة بأن تتحمل بطريقة محورية، يعني على أساس المحور، موازاة المحور. وهذا طبعا يعطيك أقوى شيء يمكن من المبنى، يعني تكون المادة في أقوى حالاتها. إذن سبحان الله العظيم، نتعلم من هذا الشكل أنه إذا وضعناه بهذا الحيثية تكون يكون المبنى في أقوى حالاته. وطبعا شيء يراد في تصميم المنشأة، تصميم المباني. وأيضا الاتزان، هذا المبنى الذي علمني الله عز وجل هو متزن. كيف ذلك؟ إذا تفكرنا في الوصلة التي تشاهدونها أنكم على الشاشة، يعني الوصلة على اليسار هي الوصلة إذا ربطنا بالشكل شكل مثلثات، يعني إذا كانت الأضلاع مربوطة مع بعضها البعض على شكل مثلثات تكون عندنا هذه الوصلة. تلاحظ بأن مجموع القوة، محصلة القوة في الاتجاه السيني والصادي يساوي صفر. يعني على اليسار محصلة القوة على هذه الوصلة بالاتجاه السيني والصادي تساوي صفر. معنى ذلك بأنه يبقى الشكل متزن، يعني الوصلة بين الثلاث عمدان وبعضها البعض تبقى مستقرة. وهذا شيء يراد وشيء ممتاز جدا في هندسة المنشآت. لا تريد المنشأ أن يتحرك بشكل كبير جدا تحت القوة عليه. أما إذا ربطناهم بالطريقة التي تشاهدون على اليمين وهي الطريقة المتبعة في كثير من المباني باجتهاد البشر، تلاحظ بأن محصلة القوة في الاتجاه السيني لا تساوي صفر. معنى ذلك بأن الرابطة بين الثلاث عمدان لن تكون متزنة، سيكون هناك انحناء كبير في المبنى. إذن نلاحظ سبحان الله العظيم، يعلمنا الله عز وجل بأنه في هذا المبنى وفي الشكل رقم 19 إذا تفكرنا فيه نتعلم كيفية ترتيب القطع المؤلفة للمبنى، بحيث يكون المبنى اقتصادي، أقل كمية للمادة لتحمل وزن، قوي ومتزن. وطبعا هذه أمور أساسية في هندسة المنشآت وهندسة الجسور كما سنرى بعد قليل. فالآن كيف نتعلم هندسة الجسور من هذا الشكل؟ لأن افرض بأن هذا المبنى اللي تشاهدونه على الشاشة بأنه هو عبارة عن جسر، هو عبارة عن إطار لجسر، والوزن الذي يمر عليه افرض سيارات أو يعني أمور معينة تضعها على الجسر هي مبينة بالكرة الزرقاء. يعني افرض هذا عبارة عن منشأة من حديد وهذه عبارة عن قضبان من حديد مرتبة بهذا الشكل، والكرة الزرقاء عبارة عن سيارة تمر على الجسر. نريد أن نقارن كيفية كفاءة هذا الجسر إذا بني بهذه الطريقة مع الجسر أو مع بناء آخر يكون ترتيب القضبان الحديد على شكل مربعات كما تشاهدون على الشاشة. فهذه عبارة عن جسر بتصميم آخر مربعات وهناك سيارة تمشي على الجسر. نريد أن نقارن إخواني إخواتي كفاءة كل واحد منهم. لأن نستخدم الكمبيوتر عن طريق كمبيوتر سيميليشن، محاكاة الكمبيوتر ليعطينا نتائج. فهذه أول حالة نريد أن ندرسها بالكمبيوتر، مبين على اليسار
الجسر الذي يكون في ترتيب القضبان رباعي على شكل مربعات، وعلى اليمين مبين السهم الأحمر عبارة عن قوة مثل وزن السيارة عليه على سبيل المثال. هنا نتائج الكمبيوتر، يعطينا الكمبيوتر لهذه الحالة وبهذه الأوزان وبهذه المواصفات الإزاحة تبلغ هنا 0.112 ملم، يعني قيمة إزاحة معينة أكبر إزاحة فيه. لأن الذي همنا مقارنة هذه الإزاحة فيما لو كان الجسر هذا مبني على الطريقة التي نتعلمها من القرآن الكريم في رقم 19 المبينة على اليسار هنا، وهي عبارة عن ترتيب قضبان الحديد على شكل مثلثات، ووضعنا ذات القوة في نفس المكان السابق. فالكمبيوتر أعطانا بأنه في هذه الحالة أكبر قيمة إزاحة في هذا الجسر ستكون 0.0567 ملم. معنى هذا الكلام بأنه كما تشاهد أمامك على الشاشة، إذا كانت الروابط رباعية كما يعتمد كثير من الناس الآن تكون قيمة الإزاحة 0.112، إذا كانت الروابط ثلاثية كما تعلمها من رقم 19 تكون قيمة الإزاحة 0.057، يعني هناك انخفاض بقيمة الإزاحة بنسبة 49% في المبنى المبني على أساس الشكل رقم 19 على أساس المثلثات. إذا يعلمنا الله عز وجل إذا أردنا أن نبني مثلا هيكلا من حديد يجب أن يكون توزيع القضبان فيه على شكل مثلثات كما هو الحال في رقم 19. فنلاحظ سبحان الله العظيم إخواني إخواتي كيف أن الله عز وجل من القرآن الكريم يعلمنا أفضل تصميم لهيكل معدني على سبيل المثال يمكن استخدامه في الجسور وفي منشآت من هذا الشكل. فنلاحظ سبحان الله العظيم كيف أنك تحتاج فقط إلى الله عز وجل، يعني إذا تفكرت في القرآن الكريم وفهمته وطبقته لن تحتاج إلى أي إنسان، فقط تحتاج إلى الله عز وجل يعلمك كل شيء وفي أي شيء، كما يقول الله عز وجل الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وطبعا لا عجب بأن الناس بعد سنوات من التجربة والخطأ لاحظوا بأن أفضل طريقة لعمل الجسور هي ربط القضبان بشكل مثلثات بالضبط مثل الوصلة في رقم 19. فنلاحظ هنا تصميم للجسر وتستخدم وتسمى هذه الوصلات الثلاثية ترسز. فنلاحظ سبحان الله العظيم بعد سنوات من تجربة الخطأ وانهيار الجسور اكتشف الناس بأن أفضل طريقة كما قلت لربط القضبان الحديدية تكون على شكل مثلثات وبالضبط مثل سبحان الله العظيم الربط في آية رقم 19، وهذا جسر آخر أيضا. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com، يمكن التواصل مع طريق بريد إلكتروني zquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.